فقالت لي انا ما كنتش بعرف اقرا واكتب، فلقيت اما اخش لكم مسكت التليفون وكلمت فقال اه فقالوا لها انت بتعرفي تقري وتكتبي؟ قالت لهم انا ساقطه اعداديه. فقالوا لها يا مترا قالت ما كنتش بعرف اقرا واكتب. فقالوا لها التحقي، التحقت بفصول محو الاميه. خلاص دخلت فلوس بتاعت محو الاميه وابتدت تنجح كل شويه، بتذاكر هي وبنتها، بنتها ما شاء الله في رابعه صيدله دلوقتي، وهي خلاص بقى بقت تقرا وتكتب، ابتدت ودخلت الجامعه العماليه دلوقتي. اه بس في وسط الكلام ده، بس ودي عندها دلوقتي ايه 58 سنه. اه في وسط الكلام ده قالت لك انا هعمل مشروع، فجت خدت مننا مش عارفه خدت 5000 ولا كام في الاول كده حاجه صغيره، لانها شغاله في البيت، شغاله في قمص، بتقول لك انا اللي بجوز العرايس كلهم دلوقتي، انا بعمل الملايات وبطرز، في حاجات بشتغلها في البيت وفي حاجات بشغلها لدى الغير، بس عارفه اسوى واعمل. وعملت كده لان انا ظروفي كانت صعبه جدا جدا جدا، مع ان ظروفها صعبه، ظروفها صعبه ماديا يعني، فكنا تصل لمرحله انها واتكرمت. على فكره كنا عاملين مؤتمر احنا للسيدات وكرمناها بصراحه، لانها وبتتكلم بعفويه، وان هي تفتخر وان بنتها تفتخر، يعني بنتها طالبه في كليه الصيدله يعني دكتوره، وتفتخر ان امها كده وما عندهمش غضاضه انهم يطلعوا يتكلموا ويحكوا على نفسهم. ده في حد ذاته تقدير لقيمه العمل. صحيح. يعني هي ما احتاجت فلوس، كثير من الناس بتحتاج فلوس للاسف، تلجا لهنا ولهنا ولهنا، لكن هي لجأت للطريق الصح، العمل اشتغل، شافت هي بتعرف تعمل ايه وكبرت بقى من 5 ل 10 ل 15، فضلت بقى تتدرج في في القروض. عندنا مثال وقت تاني برضه هنا في القاهره، لو مش هتروح البيت برضه، دي انا شفتها في اوضه الصفه بتاعتي، دي اللي في اوضه الصفه بمكنه واحده. بعد شويه بصيت لقيتها بتشترك في معارض، قلت لها ايه الحكايه؟ ايه؟ قالت لي لا ما انا خلاص انا ما بقتش في البيت، انا خدت ورشه، ابتدت تاخد ورشه جنب بيتها، فطلعنا لها سجل تجاري وبتاع ضريبيه على المقر، بدل ما كانت تصدق. دي اللي انا ما بقتش مصدقها، دي حاجه جميله، دي جميله قوي، جميله يعني. من واحده انا شفتها بعينيا في اوضه السفره بتاعتها بمكنه واحده، الى ان هي تظبط طبعا عندها ورشه وتبتدي تشارك في معارض. انا بتكلم في كده، كل ده يخلي يعني، انا هقول لكم حاجه، ان في نماذج اللي احنا بنطلعها في التلفزيون والله نماذج حقيقيه، بتدي رساله واحده، الشباب اللي قاعد يقول لك مفيش شغل، انا مش عارف اعمل ايه، اولا يجي يقول لي طب انا معيش فلوس اجر، معلش ما في ناس كتير تيجي تقول لك انا معيش فلوس اجر مكان، ماشي يا سيدي، انت مع اتنين تلاته من اصحابك، يعني هو ملوش، مع احترامي، مصروف شهري بيصرفه، بياخده من والده لاي حق، يعني العمليه ما بتبقاش يعني هو زي ما حضرتك بتقولي، هو ايه اللي ما عندوش خالص خالص، ابتدي صغير قوي، ابتدي صغير، ابتدي حاجه على قدك، ابتدي حاجه على قدك.